السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيف إنشاء القناة اليوتيوب، وكذلك كيفاش نربح من هذه القناة. لازم تجيب شروط أنت على اليوتيوب، لازم تجيب 1000 مشترك وربع في ساعة مشاهدة باش تقدر تربح من هذه القناة أو تقدر تربح من اليوتيوب. ذكر نروحوا إلى الحاسوب كيفاش نفتح قناة على اليوتيوب، وكذلك ما هم الشروط المطلوبة على اليوتيوب. مهم تابع معي هذا الفيديو تفهم جيدا. دخول جوجل كروم بهذه الطريقة خاوتي، ومن بعد وش نكتب؟ نكتب جيميل. أولا لازم يكون عندك جيميل باش تقدر تفتح قناة. ندخل إلى الرابط الأول، ندير إنشاء الحساب خاوتي، ومن بعد نكتب اي اسم نحوسوا عليه، اي اسم نحوسوا عليه. سبيل المثال حبيب سي اش دي. التالي نختار اوكتيت زايد، نديرو الشهر، نديرو اليوم، ندير الذكر، وندير التالي. بهذه الطريقة خوتي نختار جيميل، نختار الأول ولا الثاني. نختار الأول وندير التالي، ومن بعد ندير مود باس بهذه الطريقة خوتي، ومن بعد ثاني ندير مود باس. ومن بعد التالي، ومن بعد ندير تخطي، ومن بعد التالي، ومن بعد موافقة على الشروط. نستنى شوية خاوتي. دركا رانا فتحنا حساب جيميل باش نقدروا نفتحوا قناة جديدة. فهمتوا خاوتي؟ هاي نروح اليوتيوب بهذه الطريقة خاوتي. ومن بعد ندير تسجيل الدخول. تم تسجيل الدخول بالقناة، ومن بعد واش ندير؟ ندير انشاء قناة، نكليك عليها. ومن بعد واش نسمي هذه القناة؟ سبيل المثال نسميها اي اسم، اي اسم تحوس عليه، بالعربية ولا بالفرنسية ولا بالانجلي كما حبيت، انت حر. سبيل المثال نكتب حبيب لي مع لو ماتيات. بهذه الطريقة لإنشاء قناة. جينا بهذا الشكل خاوتي، ومن بعد واش ندير؟ نضغط على اليوتيوب، ومن بعد نجي هنايا، ومن بعد اطلع على قناة. درك خاوتي رانا فتحنا قناة جديدة سميناها حبيب لمعلومات. واش ندير؟ نضغط هنا على أيقونة القناة، ومن بعد نضغط على استديو اليوتيوب، ندير متابعة بهذه الطريقة خاوتي. درك حنايا عندنا 0 مشتركين، عندنا سوايع 0. كيفاش نعرفوا الشروط تاع اليوتيوب؟ كيفاش نعرفوا الشروط تاع اليوتيوب؟ واش ندير؟ ندير تحقيق الربح. هذه هي الشروط نتاع اليوتيوب، لازم تجيب 1000 مشترك و 4000 ساعة مشاهدة، ولا تجيب 10 مليون. هنا يعطيك زوج خيارات، خيار الأول إجباري، إجباري عليك لازم تجيب 1000 مشترك، هذه لازم عليك، وتجيب سواء كانت 4000 ساعة مشاهدة ولا 10 مليون. هنا يعطيك زوج خيارات، هذه لازم تجيبها، تجيب هذه ولا هذه. فهمتوا خوتي؟ ها أيوا. ومن بعد واش دير؟ لازمك تفعيل خطوتين، هذه تاع خطوتين، لازم دير نيمو تليفون. واش دير؟ دير التفعيل، ومن بعد دير المتابعة. هذه حماية القناة، هذه لازم ديرها، لازم دير إجباري عليك لازم دير هذه تاع الخطوتين، تكون على بالك باش من بعد يقبلوك القناة في الشركاء اليوتيوب.
هنا هي ملاحظة، تقول لي حبيب واش من المحتوى اللي نديره ولا ننشر فيديو على اليوتيوب؟ المحتوى خاطي ياسر، دي على المعلوماتيات كما ندير انايا، دي على السياحة، دي على القصص، مثال قصة على الأنبياء، قصة على القرآن، ياسر المحتوى خاطي ياسر المحتوى ديره، ولا دير أنواع المحتوى، نوع الفيديوهات، جيب على مثال كما نقول احنا تجيب سوق سيارات، الطبخ سبيل المثال، كيفية تربية الدجاج، كيفاش دير مشاريع، كيف تشي من على الاكسبريس، هذو من المواضيع ديرهم، هذو من المحتوى ديرو عادي. المهم خاوتي نعطيك مصاية خاوتي، باش دير محتوى لازم يكون محتوى تاعك حصري، ما تجيبليش فيديو اخر من يوتيوب ولا تجيبه من تيك توك ولا من الفيسبوك ولا من انستغرام تحطه في القناة. هنا عندك مخالفة سياسات اليوتيوب، هنا عندك مخالفة. الى جبت فيديو سرقته من قناة اخرى ولا من الفيسبوك ولا من تيك توك ولا من انستغرام، هنا عندك مخالفة، معنى الخدمة اللي خدمتها راحت لك خاوتي. ثم حذري ثم حذري ثم حذري، باش تخدم على روحك ودخل مصريفة، دخل مصروف من القناة، جيب فيديو حصري صوره بالتليفون ولا بالكاميرا، المهم يكون فيديو حصري، ولا تصور البرة كما البحاير ولا تصور الجبل ولا، المهم يكون فيديو حصري. هذه نقولها لكم. ونهار جيب الشروط، نهار جيب الشروط نتاع اليوتيوب، 1000 مشترك و4000 مشاهدة، من بعد واش دير؟ تفتح حساب الادسنس، هذا حساب الادسنس تربطه مع القناة، هذا الادسنس يدير لك اعلانات على الفيديو تاعك باش تخلص عليهم من بعد. هذه الطريقة ربح من اليوتيوب. عرفنا كيفاش فتحنا حساب جيميل، وعرفنا كيفاش فتح قناة اليوتيوب، وكيفاش تجيب الشروط نتاع اليوتيوب. هذه الطريقة نتاع ربح من اليوتيوب بهذه الطريقة خاوتي. مهم عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس يصلك جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.